مرحبا فيكم في المقابلة الثانية من مبادرة شركة ألبا الجديدة قلبنا النابض، واللي تهدف إلى تقدير الموظفين اللي عملوا لسنوات طويلة في خدمة الشركة. اليوم راح نقابل قنبر، أحد موظفين دائرة صيانة الطاقة. خلال المقابلة راح نطرح 10 أسئلة، من خلالها راح نتعرف على بعض الجوانب المهنية والشخصية لقنبر. فخلونا نبدأ. قنبر، راح نسألك 10 أسئلة سريعة، ممكن الإجابة عليها باختصار وبسرعة. تفضل. من متى وأنت تعمل لحساب شركة ألبا؟ من 34 سنة. اشتغلت في كم دائرة وممكن تعددهم؟ دائرة واحدة الباور. شنو أفضل طريقة تسافر فيها؟ الطائرة، السيارة أو الباخرة؟ الطائرة. تقدر تخبرنا عن ذكرى عزيزة على قلبك؟ أول مولودة حصلتها. إذا كنت على جزيرة معزولة، من راح تختار يكون معك؟ أمي. شنو كنت تتمنى أنك تصير لما كنت صغير؟ مهندس. هل تقدر تعيش لمدة سنة واحدة بدون تلفون وتلفزيون وحاسب آلي؟ لا. هل عندك أبناء وشنو أسمائهم؟ 3 أبناء، زهراء وفاطمة ويوسف. شنو أكثر شيء تحبه بشركة ألبا؟ انضباط والسلامة. نصيحة واحدة توجهها إلى الموظفين الجدد؟ مواصلة التعلم واتباع السلامة. شكراً قنبر، وتشرفنا بمعرفتك، وهذه هدية بسيطة من شركة ألبا تقدير لجهودك في السنوات الطويلة. شكراً لك.